المهم لما دخلوا الدير وجدوا ذلك الرجل الموثق ممسوح العين، فقالوا احنا كنا في سفينة وجينا وجدنا دابة كذا غريبة يعني يشتكون عليه، يعني لا نعرف قبوله من دبره، دابة أهلب يعني كثير الشعر، فخشينا أن تكون شيطانا. قال لهم الدجال: من أنتم؟ قالوا: نحن من جزيرة العرب. سر بذلك كثيرا، لأن موعد خروجه مرتبط بأشياء في العرب، أهمها نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كيف بحيرة طبرية؟ قالوا: كثيرة المياه، ماء كثير وكذا. قالوا: هيهات، يعني بعيد خروج، هيهات. هم ما يعرفون ليش لماذا يقول هيهات. قال: طيب وبيسان؟ قالوا: عن أي شأنها يعني تسأل؟ قال: عن ماءها وزراعتها كذا. قالوا: لا، كل شيء كويس. قال: وعين زغر؟ يعني عن بيسان سأل على النخل هل ينتج؟ قالوا: نعم ينتج. قالوا: هيهات، ما عرفوا ايش معنى هيهات هذا. قال: طيب وعين زغر؟ قال: والله فيها ماء وفيها زراعة وفيها كذا. قالوا: هيهات. العرب ماذا يلبسون؟ قالوا: يلبسون من الصوف، ينسجوه ويلبسون ويسكنون في بيوت من الشعر وثياب من الصوف. قال: هيهات، ما يعرفون ما المقصود بهذا الكلام. طيب ونبيهم، نبي العرب خرج؟ قالوا: خرج. قال: خرج من مكة، ذهب إلى المدينة. قالوا: خرج من مكة وذهب إلى المدينة. قال: أنا المسيح الدجال، وسوف أخرج في آخر الزمان. بما معنى الكلام عندما تحدث كل هذه الأشياء، أنا سوف أخرج لكن لن أمكن من مكة والمدينة، وسوف أخرج 40 يوم، أول يوم من هذه 40 سوف يكون سنة، ثم اليوم الثاني شهر، ثم اليوم الثالث أسبوع، ثم بقية الأيام عادية. أخذ الخبر تميم الداري، رجعوا في هذه الأقرب القوارب الصغيرة، وصلوا إلى سفينتهم، ركبوا في السفينة، أصلحوا من شأن السفينة، ثم مشوا، رفعوا الأشرعة، ثم عادوا إلى ديارهم في فلسطين. ولكن ما كان لتميم الداري هم إلا أن يذهب إلى المدينة المنورة. ذهب إلى المدينة المنورة وأعلن إسلامه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر. سر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، لأنه فسر له أشياء كثيرة، وأيد كلامه فيما سبق، فصعد المنبر وأمر الناس بالاجتماع، ثم قال لهم في حديث أكثر من رواه هو فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم، الصحابية فاطمة بنت قيس روته، ولكن أيضا رواه أبو هريرة وعائشة أم المؤمنين وجابر ابن عبد الله. هذول الأربعة رووا نفس الحديث، لكن هناك أناس كثير يعتقدون، لأن الأشهر فاطمة بنت قيس، يعتقدون أنه ما رواه إلا فاطمة بنت قيس، وهذا ليس صحيح. المهم، هذا الحديث في مسلم كما قلنا، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة، ثم أخذ مخصرته، يعني العصا التي كانت معه صلى الله عليه وسلم، وضرب بها على المنبر وقال: هذه طيبة التي لن يدخلها الدجال، هي المدينة، ألم أكن أخبرتكم هذا؟ ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن موقع ذلك الدير وتلك الجزيرة. تميم الداري غالبا أنه موجود، على الأقل إن لم يكن موجود في المسجد فهو موجود في المدينة المنورة، وإمكانية السؤال
مرة أخرى للتأكد واردة. فغم ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه في بحر اليمن، لا بل في بحر الروم، ما هو في بحر اليمن، ما هو بحر الروم، ما هو، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدد أين هو بالضبط، فقال ما هو في المشرق، ما هو، ما هو في المشرق، ما هو في المشرق، يعني بصيغة التردد وعدم التأكد. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤجل التأكد من معلومة، يعني لا يؤجل بيان أي معلومة صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يذكرها لاحقا؟ هذه مثل والله أعلم كما كان، يعني من قصة أخرى تشرح هذه الفكرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أو استنتج برؤيا أو شيء من هذا القبيل أن عن ليلة القدر عرفها، فجاء ليخبر الصحابة رضوان الله عليهم عن ليلة القدر، فرأى اثنين اختصموا، فيعني بسبب ذلك الخصام نسي الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. هو نسي بل أنسي. طيب لماذا لم يتأكد من مكان الجزيرة؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى أمر مكان الجزيرة غيبا، فلم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد فأخبر الصحابة، أو أن أحدا من الصحابة سأل تميم الداري أين كانت تلك الجزيرة، صفها لنا، أو هذا من القبيل، باب قفله الله سبحانه وتعالى. وأكيد أن في ذلك مصلحة للمسلمين، أنا متأكد يعني أن لو لم يقفل هذا الباب لوجدت الناس يبحثون عن مكان الجزيرة وتركوا موضوع العصمة من الدجال وكيف نتقي فتنته بموضوع يعني عرضي آخر جزئي ليس له أهمية، يريدون أن يعني الناس يريدون أن يعرفون أين مكان تلك الجزيرة، وهذا شيء غير مهم. بعد حديث تميم الداري كان ذلك في السنة التاسعة للهجرة، بعد السنة التاسعة للهجرة خلاص اتضح أن ابن صائد ليس هو الدجال الكبير الأعور الذي يخرج آخر الزمان، بل هو رجل آخر، ولا شك دجال من الدجاجلة، هو من الدجالين، لكنه ليس الذي يخرج في آخر الزمان، الدجال الأكبر. وبهذا الرأي قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما يعني سئل بن باز هل ابن صياد هو الدجال، قال لا، الدجال هو رجل آخر في جزيرة محبوس. يدل على ذلك حديث فاطمة بنت الضحاك ابن قيس، فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، و أما ابن صياد فهو دجال من الدجاجلة لكنه ليس الدجال الأكبر. طيب ابن صياد أسلم بعد وغير اسمه إلى عبد الله، عبد الله غير اسمه بعد إلى عبد الله وأسلم ورزق بأولاد، منهم ولد اسمه عمارة، عمارة هذا كان رجل صالح سبحان الله العظيم، يخرج الحي من الميت، عمارة رجل صالح من صالح التابعين، وروى عنه الإمام مالك وأشاد به أناس كثر بصلاح ذلك الرجل وتقواه وعلمه وفهمه. أما أبوه عبد الله بن صياد أسلم وادعى أنه ترك العلاقة بالجن والكهانة والشياطين وهذه الأمور، لكن الناس ما زال في قلوبهم منه، عاشوا معاه وعارفينه من هو غلام.
فما زال يحيك في صدور الناس منه شيء. أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل قال لنا عنه قصة. قال: ذات يوم ذهبنا إما لعمرة أو ليلة حج، خرجنا من المدينة وذهبنا إلى مكة. يقول: في الطريق توقفنا بين الظهر والعصر طبعا كما كانوا يفعلون لغرض رعي الجمال وسقياها، وهم يعني يشربوا اللبن، يأكلوا التمر، يصنعوا الخبز والطعام وهكذا، يعني كما يفعل المسافرون يعني. يقول: فنزل كل مجموعة تحت شجرة. يقول: أنا ما وجدت إلا هذا أخذ متاعه وأغراضه وجاء يبغى يجلس معي تحت الشجرة اللي أنا أستظل بظلها. طيب أنا أبغى أتخلص من هذا الإنسان، الناس خايفين ما زالوا يعني. قال له: يعني يا عبد الله بن صياد، يعني لو يعني ضيق هنا وشوف الشجرة ضيق ما تحتها أحد، يعني لو تروح هناك. قال له: طيب. أخذ متاعه وراح تحت الشجرة الثانية. بعدين في أهل رعيان يعني راعي غنم جاء ومعه غنم فيها شياه فيها لبن وحليب وكذا، فراح ابن صياد أخذ منهم. طبعا كانوا يشترونها شراء يعني، فأخذ وحسب على إيش أبو سعيد الخدري، وجاء قال له: تفضل يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري كان فعلا محتاج ذلك الحليب وعطشان يعني، لكن لا يريد أن يأكل أو يشرب شيء من يد هذا. قال: لا، الجو حار ومدريش. قال: حار؟ اسمع يا أبو سعيد، أنت ما تبغى تشرب لأني أنا اللي أعطاك. لا تفهم الكلام كذا. قال: اسمع، أنا آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانتم يا اصحاب رسول الله تتهموني اني انا الدجال، وتتكلمون فيما بينكم كاني يعني ما ادري. والله لقد هممت اني اربط حبل باحد الاشجار واخنق نفسي من هذه التهمه اللي انتم تتهموني فيها. طيب انا، انت يا ابو سعيد من اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل مكه ولا المدينه؟ قال له: بلى. قال: طيب شفنا، أنا خارج من المدينة ورايح لمكة. طيب أسألك بالله، ما قال إنه ما يؤمن، إنه كافر؟ طيب أنا أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. طيب ما قال لكم إنه لا يولد له، يعني لا يتزوج ولا يجي له أولاد؟ طيب أنا أولادي تعرفهم في المدينة. قال أبو سعيد: والله صراحة والله معك وجهة نظر، يعني معك حق، يعني كلامك صحيح. فضحك ابن صياد. قال له: ليش تضحك؟ قال له: صحيح انا ماني الدجال اللي يخرج اخر الزمان، لكن اعرف ابوه واعرف امه واعرف اين هو الان. قال له: تبا لك سائر اليوم، اهرب عن وجهي. فخاف منه ابو سعيد وطرده من وذهب ذلك ابن صياد يضحك. طيب ماذا حدث بعد هذا؟ متى مات ابن صياد؟ هل رآه أحد مات؟ لا. يقول جابر بن عبد الله: فقدناه يوم الحرة. يوم الحرة كان يوافق يعني في خلافة يزيد بن معاوية، يعني 61 هجرية 62 هجرية حجزي كده. قالوا: فقدوه يوم الحرة. صارت معركة، جيش يزيد هجم على المدينة المنورة، فهرب الصحابة في الحرة اللي هي الجبال البركانية